السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ حليمه الفلالي مع فيديو جديد. فيديو ديال اليوم غيكون وكيف بغيتو وطلبتو مجموعه من الاقتراحات الوصفات سهله لذيذه وكتستحق التجربه مائده الافطار وحتى العشاء. ابقوا معايا نشوفوا تفاصيل التحضير ديالها من اول فيديو حتى الاخير ديالي. اول شيء غنحضروا الملح في مقله، غادي نوضعوا كميه من زيت نباتيه او زيت زيتون. كنديروا البصله تقريبا جوج حبات ديال البصله خضاريه او بصله حمراء اللي كنفرموها رقيقه، وكنضيفوا معها الفلفله. هنا استعملت فلفله الوان صفراء حمراء وخضراء، ممكن تستعملوا اي لون. بزاف منكم طلبوا حشوه اللي هي سهله في المتناول، فما قيت ما احسن من هذه، كتعجبني بزاف. اللي غنقترحها عليكم في هذه الوصفه اليوم، ملي كيتقلاو كنضيفوا معاهم شويه ديال الملح، شويه ديال الفلفل الاسود، وشويه ديال الزعتر المحكوك، وكذلك صلصه الطماطم. اما تستعملوا الجاهزه الخاصه بالبيتزا او صوص طوماط او يعني الطماطم المصبره، تاهي ديروا منها واحد المعلقه كبيره عامره مزيان. هنا استعملت جوج معالق وكنحركو، كنطويو عليها بعد ما كتشحر واحد شويه، وكنضيفو علبة او جوج علب من الطون، وصافي كتكون الحشوة ديالنا جاهزة، كتجي لذيذة وبسيطة في نفس الوقت. طبعا نضيفو شوية الهريسة او الصلصة الحارة على حسب الذوق. هنايا بالنسبة للعجين غنحتاجو دقيق ابيض، خميرة، شوية السكر، شوية الملح، تقريبا تلت الكأس من الزيت، وكأس من الحليب ساخن او الماء. شبانيه غناخدو كاس الحليب يكون دافي بطبيعه الحال، غادي نضيفو ليه معلقه ممسوحه من الخميره، معلقه ما تكونش عامره بزاف من الخميره، وغادي نزيدو شويه ديال السكر تقريبا واحد المعلقه صغيره في هاد الحدود. غادي نضيفو معاها بعد ما كنخلطو واحد شويه كاس عامر مزيان من الدقيق، وكيما العاده غادي نغطيوها بعد ما كنحركو حتى كتمتزج، ونخليوها كتفاعل. هاد العمليه ريد مهمه كتسهل علينا الوقت والمجهود. ملي كيتفاعل بهذه الطريقه غادي نضيفو باقي المكونات. كما كتلاحظوا كتفاعل مزيان وكتختمر، شويه ديال الملح، وكذلك ثلث الكاس من زيت الزيتون او زيت نباتي اللي بغيتو، نستعمل زيت الزيتون. وكنضيفو كاس اخر من الدقيق، كنحركو وعاد نجمعو بيدينا. وطبعا ممكن تستعملو اي روبو بغيتو، ونزيد كاس اخر طبعا مرا الدقيق مغربل من قبل، ونوجدو الكاس الرابع، ولكن ما غنستعملوهش كامل، ممكن نزيدو غير جهد معلقه او لا، يعني كيكون هاد ثلاثه الكيسان بالمجموع كافيين للعجينه. نحاولو غير ندمجوها فقط، كتكون جاهزه رطبه وفي نفس الوقت مجموعه. انا غنزيد غير شويه باش نفكي يديا وما تبقاش كتلصق اكثر من الجهد. صافي كتجمع، نحاول نقسموها لسته ديال القطع يكونوا متساويه في الحجم ديالها. كما كتلاحظوا العجينه راها رطبه ومجموعه في نفس الوقت. نحاول نقادو هاد الكويرات ديالنا ومباشره غادي نخدمو بها، يعني ما غنحتاجوش نعاودو نخليوها تختمر مره اخرى. ومباشره كنطلقوا بالمدلك كل قطعه شويه ديال الدقيق بهذا الشكل، ونوضعوها على جنب. كنكونوا موجدين المارغرين ديال التوريق اللي كنوضعوها في المجمد، وكنخليوها حتى كتشد راسها مزيان، عاد كنحكوها. الناس اللي ما عندهمش وما كيلقاوش المارغرين، خصوصا اللي ساكنين خارج المغرب، وممكن تستعملوا العاديه، ولكن ما غتحكوهاش، ما غتصلحش انها تحك لان ما كتكونش قاصحه. فممكن تخليوها بحاره المطبخ او غير ديروها في الميكرو غير ترطب، ودهنوا بها طبقات. صافي غادي نستمر حتى كنقادهم كاملين ونوضعوهم على جنب، باش نبداو كنديروا المارغرين اللي محكوكه كيف قلت بين طبقه وطبقه. كما كتلاحظوا بهذا الشكل انا حكيتها وعاودت خليتها في المجمد باش ما تعذبنيش، خصوصا الا كان الجو شويه قاصح او يديكم النوع اللي كتكون سخونه. وغنروح ندير كل قطعه فوق منها كميه، نحاول نوزعها بالتساوي. بالنسبه للقدر اللي استعملت فهو
125 غرام من المارغرين ديال التوريق. لذا اطلس ايديال يعني بونه، يعني كاين بزاف ديال الانواع اللي ممكن انك تستعمليها. صافي، غنستمر بنفس الطريقه حتى كنديرها بين الطبقات كاملين الا الاخيره طبعا ما كنديروش فوق منها. وكناخذوا الدقيق كذلك باش ما تلصقش لينا، ونعاودوا نطلقوا الكل بالمدلك بهذه الكيفيه. كنحاولوا نرقوها واحد شويه لان مازال غادي نطويوها واحد الطويه او جوج اللي بغيتو ندير غير طويه وحده باش نحصلوا على مربع يجينا ساهل من بعد اننا نطلقوه ونشكلوا. اما نخليوها ترتاح او نطلقوها مباشره، ممكن نخليوها واحد 5 دقائق باش تطلق لينا بسهوله. صافي، وكتكون جاهزه اننا نشكلوها او نعمروها كيف بغينا. صافي، غادي نطلقها طبعا تكون رقيقه ونحصلوا على مستطيل او مربع. وكنوضعوا الحشوه اللي ممكن نزيدوا فيها الفرماج، انا غنديروا بكميه مزيانه يعني من الفوق فما درتوش في الوسط، وكنوزعوا بهذه الطريقه. نحاول نقاد مزيان ونبدا كنلف، يعني هادو رولي اللي كيجي مورق وسهل بزاف التحضير ديالو. ونحاولوا طبعا نلوي وحنا راخفين شويه يدينا، ما نزيدوهاش بزاف لان مازال غيضاعف الحجم ديالها اثناء الطهي في الفرن. صافي، كنحاولوا نضغطوا واحد شويه باش يتسد لينا، ونوضعوا يعني الطرف من التحت ونقطعوا اما بسكين او من الاحسن الخيط كيساعدنا وكتقطع لينا بكل سهوله بهذا الشكل هذا. غادي نستمر حتى كنقطع رولي ديالي كامل، ها كيجينا بحال شنيك وهو مالح. صافي، كنوضعهم صفيحه ديال الفرن مفرشه بورق الطوق من الاحسن، وندخلوهم يطيبوا بلا ما ندهنوهم، يتحمروا اولا من التحت عاد كنحمروهم من الفوق الوقت الكافي على حسب درجه الحراره اللي غديروها. انا درتهم على 200 درجه. في هذه الاثناء نوجدوا ميني كيك، حاجه سهله بالنسبه للناس اللي كيبغيو شي حاجه حلوه على الفطور. غنديروا بيضه، شويه ديال الملح، نص كاس ديال السكر سنيده، يعني بالنسبه الى بغيتو كميه اللي هي قليله، نص كاس ما كاملش، ما درتوش كامل لان مازال غنزينو بالشوكولات حلو. وغادي نخدمو هاد المكونات بالطراب الكهربائي حتى كينسجمو. من بعد ملي كيتطربو كبير الخليط ممكن نستعملو الخلاط الكهربائي على حسب المتوفر. كنضيفو نص كاس من الزيت النباتيه، الكاس اللي عبرت به هو كاس العنب، ونص كاس من الحليب اللي كنضيفو له، معلقه صغيره مع مراج من القهوه سريعه ديال الذوبان. غنضيفوهم بجوف يعني الزيت والحليب، ومعلقه حليب بودره. صافي، كنخفقي واحد شويه وكنتوقف، وكنضيفو الدقيق وخميره الحلويات في الاخير وكنخلطوا. نحاولوا باش تكون عجينه اللي هي خفيفه شيئا ما، ما تكونش قاصحه بزاف باش يجيونا خفافين حتى هما. تقريبا واحد الكاس عامر مزيان من الدقيق، ولا حتى جينا ونزيدو. طبعا نغربلو حتى كيس من خميره الحلويات 8 غرام. ممكن نضيفو الكاكاو على حسب الذوق، انا اكتفيت بمذاق القهوه فقط، والمذاق ديال الشوكولاتة غادي يكون في التزيين. غادي نخلطو غير بطراب يدوي، نسجم الخليط، ولا احتاجينا بلا حسينا به خفيف بزاف نزيدو شويه الدقيق، حيت الحجم ديال البيض وحتى يعني النوعيه ديال الدقيق كتختلف. وكنعمرو ليمون صغار، انا عندي يعني هاد الشكيل اللي مشنف كما غتشوفوا صغيور، فغادي يهزوا لي 8
هما اللي عندي وغنكمل بوحدين بشكل اخر. عندكم هادوك اللي تيكونوا كبار شويه فكيهزوا بهاد القدر واحد السبعه ديال الكيكات صغارين. هكا صغار كيكونوا في التقديم احسن، وحتى يعني ما نقطعوها من بغيو نحتفظوا كنحتفظوا بهم بكل سهوله. ممكن ديري منهم يعني الكميه اللي بغيتي تزينيها، والاخرى تحتفظي بها بالمجمد من بعد وتعمريهم. صافي ملي كنعمروهم بهذا الشكل كندخلوهم الفران اللي كيكون اصلا سخون، تكون دايرين فيهم المملحات اللي كنخرجوهم كندخلو هادو كيطيبوا من الفوق ومن التحت او غير من التحت حتى كيطيبوا تماما. بالنسبه الفطائر او الملح ديالنا فالفرماج غنديرو من الفوق. درت استعملت هنا الفرماج الاحمر كيجي مذاقو احسن. بغيتو ديروه لداخل ممكن، ولكن بهذا الشكل كيجيو احسن بكثير. يعني راهم مرقين ولذاد، وهذا الفرماج كيضيفهم كيزيدهم اضافه اكثر. بعد كنزينو شويه الزعتر او شويه البافو او اللي بغيتو، او نخليوهم غير هكاك حتى شويه المعدنوس كيجي زوين، وندخلوهم غير فقط يدوب الفرماج، ولكن ماشي دابا حتى كنقربو نبغيو نقدموهم باش كنسخنوهم، خصوصا الا كنتو كتوجدو شيواتكم من قبل من بعد غير كتسخنو. بالنسبه للعشاء ف غندير الدجاج. لما كتعرفوا دابا اللي القصير فما كيقدوش انهم ياكلوا في الفطور يعاودوا ياكلوا شي حاجه ثقيله في العشاء، فغندير شي حاجه خفيفه دجاج في الفران مع خضار سوطي. درت شويه الملحه شويه ديال التوابل ديال الدجاج اختياريه، عصير حامض، شويه ديال المطرد. كما كتعرفوا المطرد كيتواتى بزاف مع الدجاج. بالنسبه لقطع الدجاج فكميه على حسب عدد افراد الاسره. شويه ديال القزبر يابس مطحون، وغادي نضيفوا ثومه محكوكه او مفرومه جوج فصوص، شويه ديال التحميره. يعني غنديروا التوابل كامله اللي عندنا، هاد التتبيله كتجي لذيذه بزاف. شويه ديال البزار او الفلفل الاسود، كذلك سكنجبير، شويه ديال الكمون، مكتروش من الكمون غير شويه فقط، وشويه ديال الخرقوم. كنخلطوا الكل، ممكن اننا نتبلوه من قبل ونخليوه حتى المر المغرف وندخلوه للفران، كنغطيوه ونخليه في الثلاجه كيتشرب. انا درتو مباشره طيبتو، كنضيفو شويه ديال الزيت والبصله اللي يعني بكميه مزيانه، الا كنتو كتبغيوها تجيكم مضغمره هكذا في الفران. واحد جوج بصلات اللي درت مشلضين رقاقين او مفرومين رقاق، كنوضعهم في مول ديال خاص بالفرن، اي صفيحه كتصلح انها تدخل الفرن او مول او هذا تستعملوه. كناخذ ورق الطبخ اولا ثم بابي الومنيوم، كنغلقوا واحد شويه من الجوانب وندخلوا الفران. انا تقريبا خدا لي ساعه لقيتو طاب على اعلى درجه حيت مغطيه مزيان ودايره مستعمله الفرفار. ممكن طيبوه فرن غازي عادي حتى يطيب على خاطره. كنخرجوا الكيك ديالنا وكنخليوه يبرد، والفران مازال مشعول، درت فيه الدجاج باش كنشعلوه مره واحده. الكيك ديالنا كيجيو صغيرين بهذا الشكل، وممكن نعمروهم او نزينوهم باللي توفر لينا. انا نختار اسهل طريقه للتزيين اللي هي شكلاط ديال الدان، او ممكن تستعملوا صوص في الدار اللي بغيتو، ممكن ديروا كريمه على حسب الذوق. هنا استعملت شكلاط ديال الدهن، كيجيني اسهل ملي كنكون مشغوله اولا عندي بزاف د الحوايج ما يدارو. كناخذ منه واحد جوج معالق وكندوبهم، كيسخنوا فوق النار. كنضيفوا شويه من اي مكسرات عندنا، هنا عندي شويه ديال اللوز افيلي محمر، ممكن كاوكاو مهرمش ومحمر غير باش نعطيو ديك القرمشه للكيك ديالنا. وكنعمر داك الوسط، هنا ما عنديش يعني وسط اللي هو كبير، هي واحد شويه، فكندير واحد الكميه قليله من هذا الخليط. صافي وكيكونوا جاهزين، زينوهم بالفوق من اللي بغيتو وخليهم يبردوا طبعا عاد قدموهم. راه كيبردوا دغيا وديك الكريمه ديال الشكلاط كتشد راسها.
ممكن تذوبوا غير الشوكولات مع شويه ديال الياغورت طبيعي او كريمه اللي توفر لكم غاناش على حسب الرغبه. صافي غادي نستمر كنزينو ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي ديال الاطباق ديالنا كاملين. هادو مملحات مرقين ولذاذ وحشوه اللي هي بسيطه بزاف وسهلين في التحضير. انا عاد كيعجبوني كما كتشوفوا عن قرب كيفاش كيجيو مرقين. وممكن تستعملوه بالعجينه فايتي شتا معكم بعجينه عاديه بلا ما نورقوها. ورافقت يعني الطبق ديالي ديال المساء كيف قلت خضر صوتي، فالخضر ضروري عندنا خصنا ناخذوها في رمضان فناخذوها باشكال مختلفه. هنا غادي نصوطيها ونقدمها كمرافقه للدجاج. وفورتها وبخرت بطاطا قرعه وخيزو، ممكن تستعملوا اي خضر عندكم، بروكولي شيفلور لفت، يعني اي خضره كتبغيوها ممكن انكم تبخروها وتصوطيوها مع شويه ديال الزبده شويه ديال الثومه شويه ديال المعدنوس البصل والملح. صافي هادو المكونات اللي الطرق طريقه معروفه وفي اللي شفتها معكم بزاف ديال المرات، كنبقاو كنقليو فيها وكنحركو حتى كتاخذ لينا اللون المذهب. صافي كتكون جاهزه. وبنفس الطريقه كنديرو الخضر كاملين. صافي غادي نرجعو نشوفو الدجاج ديالنا كيفاش ولا كيجي مدغمر بديك البصله ولذيذ بزاف. ضروري نخليوه ينشف، كيجي رائع. وقدموه مع الخضر ديالنا كيف قلت لي كنصوطيوها كتجي لذيذه مع الزبده. وقدموا الدجاج طبعا بالطريقه اللي بغيتو. كنتمنى هذه الوصفه تكمل تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. شكرا لكم دائما على الدعم والتشجيع، والى اللقاء في فيديو في وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.